أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. في يوم من هذا إن شاء الله سوف نتحدث عن النظام البرلماني. كنا قد تكلمنا عن النظام الرئاسي، اليوم نتحدث عن النظام البرلماني. هذا البرلمان بعكس النظام الرئاسي الذي كان يقوم على أساس الفصل بين السلطات، النظام البرلماني يقوم على أساس التكامل والتعاون والتوازن بين سلطتين تشريعية والسلطة التنفيذية. ما يميز هذا النظام مقارنة بغيره من الأنظمة؟ أولا أنه يتكون من برلمان منتخب من الهيئة الناخبة من الشعب ومن له حق التصويت. قد يتكون هذا البرلمان من غرفة واحدة أو غرفتين، قد يتكون مجلس أو مجلسين، مجلس نواب ومجلس آخر قد يأخذ أسماء متعددة. أحيانا قد يكون اسمه مثلا مجلس الشيوخ، مجلس اللوردات، وغير ذلك من مجلس الشعب وغير ذلك من الأسماء. هذا المجلس يتميز بأنه مؤقت بفترة نيابية محددة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، وبالتالي هو ليس مجلسا مفتوح المدة. وهذا طبعا بسبب أن أي مجلس لو كان مفتوح المدة قد يؤدي ذلك إلى فساد، إذ أن هذا المجلس لن يهتم بفترة نهاية معينة، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى فساد ذلك المجلس وانشغاله عن المهام التي أنيطت به. هذا المجلس مجرد ما ينتخب، هذا المجلس النيابي مجرد انتخابه يصبح مستقلا عن الهيئة الناخبة، وبالتالي يصبح سيدا، يستطيع أن يدير الأمور بعيدا عن إرادة الجمهور، فهو يصبح مجلسا سيدا. عضو المجلس، البعض يعني يختلف في أنه هل يمثل دائرته أو يمثل الشعب أو يمثل الأمة. الحقيقة أن النائب هو عبارة عن وكيل، هو وكيل، قد يكون ذلك وكيلا للشعب بشكل عام، بمعنى خاصة إذا تم الأخذ بنظام النسبي حيث يكون الوطن كله عبارة عن دائرة واحدة، فيمثل هذا الشخص كل الشعب الذي انتخبه والذي لم ينتخبه. البعض قد يعتبر أن هذا النائب يمثل دائرته، أيضا هذا موجود على نظام القوائم، حيث تبدأ الانتخابات أو تقسيم الوطن إلى دوائر، كل دائرة تقوم بفرز من يمثلها في المجلس النيابي. لكن مجرد انتخاب هذا الشخص من دائرته يصبح ممثل عن الشعب، وبالتالي يأخذ قرارات ويقوم بالمهام المنوطة بالمجلس نيابة عن الشعب. لكن أن يكون ممثل الأمة أو ممثل للشعب، هذه مسألة يعني لعلنا كنا قد تعرضنا لها عندما ذكرنا بأن الدولة القومية التي نشأت في أوروبا، الدولة القومية التي نشأت في أوروبا، كانت هذه الدولة دولة قومية ابتداء، بمعنى غلب على الدول التي تشكلت في أوروبا في القرن 17 و18 و19 الغلبة الطابع القومي، وبالتالي عرفت الدولة بأنها يعني لأمة معينة. فعندما نتحدث عن الأمة الألمانية فهي عن دولة الألمانية، أو كذلك بالنسبة لإيطاليا، بالنسبة للأمة الفرنسية وهكذا. وبالتالي كلمة أمة ارتبطت بالدولة منذ إنشائها، منذ تشكيلها، وبقيت هذه التسمية موجودة حتى عندما تشكلت بعض المؤسسات الدولية مثل عصبة الأمم League of Nations، حملت اسم أمم ولم تحمل اسم دول، لم تكن عصبة الدول إنما عصبة الأمم. وحتى وريثة الأمم المتحدة أيضا حملت اسم الأمم، بقيت مصطلح الأمة موجود في أسماء هذه المنظمات. بمرور الوقت تم استبدال كلمة نيشن بكلمة ستيت بمرور الوقت، وأصبحت كلمة ستيت أي دولة أكثر استخداما. وبالتالي مرة أخرى دولة تشكلت في أوروبا وخاصة في القرن 19 التي أخذت طابعا قوميا عرفت
يعني دائما تم ربط الدولة بلفظة أمة، ثم بعد ذلك تم تداول كلمة دولة بشكل مترادف مع أمة، وأصبح لها الغلبة في مجال التداول السلمي وفي العلاقات الدولية بين الدول. لأنه الدول معروف بعد الحرب العالمية الثانية تشكلت الكثير من الدول وانضمت إلى الأمم المتحدة. بعض هذه الدول تنتسب إلى قومية واحدة كالأمة العربية على سبيل المثال. كثير من الدول العربية، حوالي 22 دولة عربية انضمت إلى الأمم المتحدة. لا يمكن إطلاق مصطلح أمة على كل واحدة منها، بل العكس، نجد أنه كلمة دولة هي التي أصبحت أكثر تداولا على حساب لفظة الأمة. هذا هو يعني تاريخيا كيف تطور استخدام هذه اللفظة. أيا كان الأمر، فالأمة أو الدولة أو الشعب هي الموكل، والوكيل هو النائب في مثل هذه الحالات. أيضا ما يميز النظام النيابي ثنائية السلطة التنفيذية، عندنا رئيس وعندنا رئيس وزراء. قد يكون هذا الرئيس ملكا أو رئيسا للجمهورية، وإضافة إلى ذلك رئيس الوزراء، وبالتالي السلطة برأسين. السلطة هنا برأسين، الرئيس ورئيس الوزراء. طبعا الجدل لم يتوقف بعد حول حجم دور رئيس الدولة في النظام النيابي. البعض يقول أنه دوره سلبي، البعض يقول أنه دوره سلبي، والبعض الآخر يقول بأنه دوره ليس سلبيا وله أن يشارك في السلطة. دعونا نرى ماذا يقول أصحاب الرأي الأول. يقولون بأن اختصاصات رئيس الدولة لا تتعدى الحفاظ على التوازن بين السلطات، وهو يرمز إلى الدولة وإلى وحدتها إلى آخره. ويقولون أنه ليست لديه صلاحيات، أن رئيس الدولة ليست لديه صلاحيات ومسؤوليات، وبالتالي حيث تكون المسؤولية تكون السلطة، والسلطة كلها مركزة في يد مجلس الوزراء ورئيس الوزراء بشكل خاص، الذي هو باعتباره رأس السلطة التنفيذية. إذن الوزارة هي السلطة الفعالة في النظام البرلماني، وبالتالي لا يحق للرئيس مباشرة السلطة الفعلية في الحكم، على قاعدة حيث تكون المسؤولية تكون السلطة. الملك في بريطانيا، وبريطانيا هي عبارة عن يعني النظام السياسي البريطاني هو عبارة عن نموذج للنظام البرلماني، والذي تم تصديره بعد ذلك إلى دول العالم. ومرة أخرى كل دولة لها خصوصيتها فيما يتعلق بالنظام السياسي، كل دولة لها خصوصيتها. لو نظرت إلى النظام السياسي هو جزء من حالة تحول وتطور الأمة تاريخيا وحضاريا واجتماعيا، وبالتالي قد تجد نظام رئاسي هنا نظام رئاسي هناك، لكن هذا له بعض الخصوصية عن ذاك وهكذا. لماذا كان مثلا نظام مختلط وليس نظاما مثلا رئاسيا؟ لماذا كان نيابيا ولم يكن مثلا يعني يتبع النظام المجلسي؟ طبعا كل بلد، كل دولة، كل شعب له ظروفه التي نشأت وتطورت. بالتالي بريطانيا على سبيل المثال التي تعتبر مهد النظام البرلماني، الملك لا يقوم بأي دور يذكر من الناحية التنفيذية. معظم يعني أدوار التي يقوم بها تنحصر في مسألة التعاون والتوازن بين السلطات، ويعتبر رئيس الدولة وعفوا الملك هنا شعارا ورمزا لوحدة الدولة وحاميا للدستور. يستقبل الوفود الأجنبية على سبيل المثال، يمثل الدولة، قد يكون هو بتكليف مثلا أكبر حزب يفوز بعد الانتخابات بتشكيل الحكومة، وغير ذلك من الأعمال طبعا النظام في إسرائيل أيضا نظام برلماني، حيث يأتي رئيس الدولة ويكلف أكبر يعني من فاز بأكبر عدد من الأصوات بتشكيل الحكومة، ويعطيه فترة زمنية محددة. طبعا هناك استثناء على هذه القاعدة، هناك بعض الأنظمة النيابية، لكن نجد أنه رئيس الدولة لا يلعب أدوار يعني كبيرة في السلطة التنفيذية، ولذلك له خصوصية. الأردن على سبيل المثال، حيث أن الملك يعتبر هو رئيس البلاد الحقيقي، والذي بإمكانه حتى أن يحل البرلمان وأن يحل الحكومة وأن يحل مجلس الأعيان، فلديه صلاحيات واسعة جدا، وعلى الرغم من أن النظام يعتبر نظاما نيابيا. أما بالنسبة للبنان أيضا، بحسب
يعني خارطة سياسية للبنان، وبحسب التوزيع الإثني وتوزيع الطائفي في لبنان بنجد أن الرئيس يعطى أيضا صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالنظام اللبناني، بمعنى أن هناك استثناءات. والكلام الذي قلته قبل قليل من أن كل دولة لها ظروفها التي أدت إلى تشكل هذا النظام بهذه الصورة بهذه الكيفية دون غيره من الأنظمة الأخرى. القول الآخر يرى بأن الرئيس يستطيع أن يشارك ببعض المهام في السلطة التنفيذية، لكن ينبغي أن يتعارض ذلك مع النظام البرلماني، شرط وجود وزارة مستعدة لأن تتعاون معه وتفوض له بعض الصلاحيات، بمعنى أنه يعني دخوله إلى السلطة التنفيذية يجب أن يكون برضا الوزارة أو مجلس الوزراء وبتفويض منه. طبعا يمكن الدستور أحيانا يعني يعفينا من كل ذلك وينص على المهام كما هو الحال في لبنان، ينص على المهام التي يمكن أن يقوم بها رئيس الجمهورية. في النظام البرلماني رئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي وهو المسؤول سياسيا عن حكومته، والمسؤولية في هذه الوزارة قد تكون مسؤولية تضامنية جماعية وقد تكون مسؤولية فردية على كل وزير. وأحيانا أو عفوا غالبا من رئيس الحكومة رئيس الوزراء يقوم بالاستقالة، طبعا معنى ذلك أن كل الحكومة يعني تستقيل، كل الحكومة تسقط في مثل هذه الحالة باعتبار هو رأس هذه الحكومة. طبعا يكون ذلك في حال فشل سياسات الحكومة، يعني كما هو الحال الآن مثلا في إسرائيل، استقالة الحكومة استقالة رئيس الوزراء مثلا اللي هو رئيس الحكومة يعني استقالة كل الحكومة. إذا هذه الحكومة على سبيل المثال كما هو الحال الآن نتنياهو مثلا يريد أن يمرر ميزانية فيها تقليصات مؤلمة كما يسمونها، طبعا ليس هناك أغلبية يمكن أن تجيز هذه الميزانية بهذه التقليصات، وبالتالي معنى ذلك أن تسقط الحكومة. طالما أن الحكومة ليست لديها أغلبية في البرلمان معنى ذلك أن تسقط الحكومة مباشرة. معنى سقوط الحكومة الدعوة إلى إيش؟ إلى مفاوضات إلى انتخابات مبكرة. والذي يدفع نتنياهو إلى انتخابات مبكرة هو أنه غير قادر على إنفاذ هذه الميزانية من جهة، من جهة ثانية هو لا يريد أن يقوم بهذه التنازلات المؤلمة ثم بعد ذلك يذهب إلى الانتخابات، أنه سوف تترك أثرا بالغا على مين؟ على الناخب. أنت أديت إلى يعني قمت بتقليص حجم المصروفات بشكل خطير جدا، وغالبا ما تأثر بذلك الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة بشكل خاص، وهم طبعا الذين يمثلون السواد الأعظم من الشعب غالبا في كل المجتمعات. الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة تمثل نسبة كبيرة من اللي هو الهيئة الناخبة، وبالتالي ويخشى من الذهاب إلى انتخابات بعد هذه التقليصات، وبالتالي أجل ذلك ودعا إلى انتخابات مبكرة. ناهيك عن مواجهة ما يسمونه بالتهديدات الاستراتيجية في مقدمتها إيران، تحولت في المنطقة العربية إلى آخره، فهم بحاجة إلى يعني ما يسمونه بتكتل قوي، ويمكن تحالفه مع ليبرمان إسرائيل بيتنا ليصبح الحزب الجديد أو التجمع الجديد بعنوان الليكود بيتنا، لعلكم سمعتم بذلك في المدة أو الأيام الأخيرة. ما يميز النظام البرلماني أيضا أن هناك توازن وتعاون بين السلطتين، وخاصة إذا كان رئيس الوزراء لديه حزب الأغلبية في البرلمان، بالتالي في نوع من التنسيق ما بين الطرفين، في تنسيق ما بين الطرفين غالبا كما هو الحال في كثير من التجمعات، مثلا نتنياهو لديه أغلبية في البرلمان مريحة، وبالتالي يشرع ما يريد، ويمكن هذه الدورة شهدت تشريع الكثير من القوانين العنصرية ضد العرب بشكل خاص، الفلسطينيين في عام 48، وقد تم استغلال أن الصهاينة أو أن اليمين القومي والديني في إسرائيل يمثل أغلبية، بالتالي استغلوا الفرصة في تشريع الكثير من القوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين والسيطرة على ما تبقى من أرضهم. في يوم هذا نستكمل حديثنا حول النظام النيابي الذي كنا قد تكلمنا عنه في مرة سابقة عن خصائص ذلك النظام. اليوم سوف نتحدث عن الحكومة كأحد أهم
عناصر هذا النظام. قلنا أن رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء هو الذي يعني لديه المسؤولية الكاملة والسلطة الكاملة، ووجود الرئيس هنا، ورئيس كان رئيسا للجمهورية أو كان ملكا، تعتبر ولايته أو تعتبر سلطته صورية وليست حقيقية. الحكومة في النظام النيابي يشكلها غالبا الحزب الذي يحصل على أغلبية في البرلمان. قد لا تكون هذه الأغلبية مطلقة، لكن هو ذلك الحزب الذي حاز على أكثر الأصوات النيابية. يقوم رئيس الدولة بتكليف أحد هذه الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة. طبعا الكتلة أو الحزب يفرز شخص منه ليكون رئيس الوزراء، يكلف الرئيس في مراسم رسمية بتشكيل الحكومة، وغالبا تشكيل الحكومة بيكون لها مدى زمني معين. إذن من يشكل حكومة هو أكبر حزب، أكبر كتلة نيابية في البرلمان. مرة ثانية، قد لا يكون هذا الحزب لديه أغلبية، وغالبا لا يكون لديه أغلبية، غالبا يعني لا يكون لديه أغلبية حتى يستطيع أن ينال الثقة. الأغلبية هنا التي أقصدها 50+1، حتى ينال أو تنال هذه الحكومة الثقة يجب أن تعرض مرة ثانية على البرلمان في النظام النيابي. بمعنى الذي يجيز هذه الحكومة هو البرلمان، وبالتالي إذا الحكومة هذه ليست لديها الأغلبية لا يمكن أن تتشكل، حتى لو كان هناك حزب يعني قد حاز على أصوات كثيرة، لكن إذا هذا الحزب لم يحظى بأصوات الأغلبية 50+1 ليس بإمكانه أن يشكل الحكومة. حدث ذلك في إسرائيل في الانتخابات النيابية السابقة أو الأخيرة، عندما فاز حزب كديمة برئاسة ليفني في ذلك الوقت. طبعا رئيس الدولة قام بتكليف ليفني خلال فترة سماح معينة محددة بتشكيل حكومة. فشلت ليفني على الرغم أنها حازت على الأغلبية في تشكيل الحكومة، لأنه حدث هناك نوع من الاصطفاف لبعض الأحزاب. طبعا لإفشال ليفني التي كانت قد خرجت من حرب هي وحزبها، الحرب على غزة والمشكلات التي صاحبت ذلك والإخفاقات، وبالتالي حدث هناك اصطفاف في جهة اليمين الإسرائيلي، مما أفقد ليفني رئيسة الحزب في ذلك الوقت أن تشكل حكومة. عندما فشل أكبر حزب في تشكيل حكومة، قام رئيس الدولة بتكليف اللي هو من حاز على أصوات يعني أقل من الحزب الأول هو كديمة، فكان حزب الليكود بقيادة نتنياهو، وطبعا كان قد جهز نفسه وقام بإجراء الاتصالات اللازمة لتشكيل هذه الحكومة، وهي الحكومة الموجودة حاليا والتي تعتبر الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. إذن أكبر حزب هو الذي يشكل حكومة، لكن هذه الحكومة أيا كانت بحاجة إلى أغلبية. اليوم نتنياهو يعاني من تماسك هذه الحكومة، بمعنى أن هناك خشية من حجب الثقة عن الحكومة. حجب الثقة عن الحكومة يعني الدعوة إلى انتخابات مبكرة، لذلك هو بادر بالدعوة إلى انتخابات مبكرة. بمعنى إذا كان هو لا يستطيع أن يحمي هذه الحكومة عبر أغلبية في البرلمان، معنى ذلك أن يتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة في غير وقتها، لعلها تفرز قوة جديدة تستطيع أن تقود النظام السياسي. في شيء؟ تفضل. الحزب اللي فاز بالأغلبية ولم يستطع تشكيل حكومة فترة معينة، نعم، بعدك يعني ملوش مصير حكومة، يخرج إلى المعارض على طول. طبعا هو يستطيع أن يشارك في الحكومة إذا أراد، لكن أكاديمة لم يشأ أن يدخل في تحالف مع نتنياهو، بمعنى هو يستطيع أن يفعل ذلك. حتى الأحزاب التي يعني لم تفز بأغلبية كبيرة، الأحزاب الصغيرة، هذا سنتحدث عنه بعد قليل في المساوئ النظام النيابي إن شاء الله تعالى، سنجيب عن هذا السؤال بعد قليل.
يمكن تصنيف الحكومات إلى في النظام النيابي إلى أولا الحكومة الفريدة وهي مشكلة من حزب برلماني واحد، هي حكومة منفردة بتشكيل الحكومة، لكن غالبا هنا الحكومة يجب أن يكون لديها إيش؟ أغلبية حتى تستطيع أن تحمي هذه الحكومة. طبعا هي بحاجة إلى أغلبية حتى يتم إجازتها في المجلس التشريعي أو في المجلس النيابي من جهة، ومن جهة ثانية حتى تكون في مأمن من محاولات إسقاط هذه الحكومة أو نزع الثقة عنها. إذا والله البرلمان تم تقديم مثلا طلب من أحد أعضاء البرلمان بنزع الثقة عن الحكومة واستطاع أن يجيش عدد كبير جدا أو استطاع أن يشكل أغلبية، طبعا تسقط هذه الحكومة مباشرة، بالتالي الحكومة بحاجة إلى شبكة أمان في حتى تتشكل، ثم بعد ذلك حتى تستطيع أن تدافع عن برنامج السياسي. واضح؟ ثانيا حكومة أغلبية حيث يشكل حزب الأغلبية الذي يشغل أكثر من نصف مقاعد البرلمان الحكومة. أنه يستطيع هذا الحزب أن هو الذي يحكم. يعني مثال ذلك على سبيل المثال حماس مثلت أغلبية في المجلس التشريعي، وبالتالي هي التي حكمت، وبالتالي يسمونها حكومة الأغلبية. حكومة الأقلية إذا لم تكن الحكومة حاصلة على نصف مقاعد البرلمان لكن تستكمل عملية التأييد عبر أحزاب أخرى عدد يزيد عن نصف اللي هو المقاعد، يعني وهذا غالبا ما يحدث في الأنظمة البرلمانية. الذي يتصارع على السلطة في الأنظمة البرلمانية غالبا أحزاب متعددة كبيرة وصغيرة. النظام النيابي في غالبا بيكون في أحزاب كثيرة، إسرائيل نموذجا طبعا بيكون في أحزاب كثيرة جدا. هذه الكثرة في الأحزاب تؤدي إلى التشظي، بمعنى عدم وجود حزب واحد يستطيع أن ينال على أغلبية الأصوات، وبالتالي تتشتت الأصوات على أحزاب الوسط والأحزاب الصغيرة والأحزاب طبعا الكبيرة في البداية. الآن الحزب الذي نال عدد أصوات كبيرة أو أعلى الأصوات لا يستطيع بمفرده أن يشكل حكومة، وبالتالي يعمد إلى الأحزاب الصغيرة لتشكيل هذه الحكومة. واضح هذا الكلام؟ يعمد إلى الأحزاب الصغيرة لتشكيل هذه الحكومة. طبعا الأحزاب تدخل في طور مساومات ومهاترات وصفقات، بعضها معلن وبعضها الآخر غير معلن فيما يتعلق بهذا الموضوع. وهذا يعتبر حلقة ضعيفة فيما يتعلق بالنظام البرلماني. ليش؟ لأنه بيجعل الأحزاب الكبيرة عرضة للابتزاز من الأحزاب الصغيرة، وما يحدث في إسرائيل أكبر مثال على ذلك. يعني الحزب الصغير يعني بمثابة بيضة القضبان كما يسمونها. أنت في عندك ميزان عشان ترفع سقف كفة، عليك فقط أن تضع وزن في الجانب الآخر مهما كان طفيفا هذا الوزن، لكن هذا الوزن الطفيف أو هذا الثقل الطفيف هيعمل ترجيح للميزان، ما يسمونه بيضة القضبان. واضح؟ لذلك الأحزاب الكبيرة حتى تفوز وحتى تبقى يعني مستقرة في الحياة السياسية أو تستطيع أن تشكل الحكومة وتدافع عن برنامجها إلى آخره، بحاجة إلى أي حزب من الأحزاب الصغيرة بس يزيد كفتها على الأحزاب الأخرى، وبالتالي هذا يجعل الأحزاب الكبرى عرضة للابتزاز من قبل الأحزاب الصغيرة. واضح الفكرة؟ نعيدها ثاني. لو كان عندي حزب حصل على 30% من مجموع 120، طبعا هو بحاجة إلى 60 زائد 1 حتى استطيع أن يحقق أغلبية، لكن لو كان 60 زائد 10 وكان 60 زائد 20
طبعا بيكون احسن بكثير لانه بيكون في نوع من الاريحيه هنا، لانه 60 زائد واحد لو هذا الواحد على سبيل المثال مرض او ما حضرش جلسه الكنيسه لسبب من الاسباب او انه عارض، معنى ذلك الحكومه تسقط، بمعنى هي عباره عن اغلبيه ضعيفه، لكن هي عباره عن اغلبيه ضعيفه، اغلبيه ضعيفه ممكن انه الحكومه تسقط في اي لحظه، بالتالي هو يريد اغلبيه مريحه، أغلبية مريحة لما يكون 70-80-85 لا شك أنه هذا بيعطي الحكومة نوع من الاستقرار. إذن عندنا حزب حاز على 29 مثلا صوتا، قديش بده علشان يصير 61؟ تقريبا 32، مش هيك؟ بده 32 صوت. في عنده حزبين، حزب 10 وحزب آخر 10 وحزب صوتين مثلا، بيبدأ في إجراء النقاش والتفاوض مع هذه الأحزاب، وهذه الأحزاب عارفة قديش مدى احتياج هذا الحزب لها حتى يستطيع أن يشكل حكومة، فهي تدخل في ما يسمى بالائتلاف الحكومي، تدخل في ما يسمى بالائتلاف الحكومي، واضح؟ لكن طبعا هنا يتعرض الأحزاب الكبرى للابتزاز، بمعنى الاحزاب الصغرى تضع شروط، احنا بدكم ندعمكم مثلا في البرلمان، تفضلوا يعني ما الذي تقدموه لنا؟ احنا في عندنا مثلا مساله لا علاقه بالصحه، مساله لها علاقه بالتامين والمعاشات، مساله لها علاقه بالعلاقه بايران مثلا اذا كنا نتحدث عن اسرائيل، العلاقه بالمحيط العربي الى اخره. اذا والله العروض التي قدمت سخيه او يعني رضيت بها هذه الاحزاب الاخرى تقبل بذلك الدخول في تحالف، وإلا فيعني ترفض ذلك. إذن حكومة الأقلية مرة ثانية تحصل على نصف، على أقل تحصل عفوا على يعني أقل من نصف مقاعد البرلمان، لكن يتم هناك تأييد لها في وين؟ في نفس البرلمان، نفس البرلمان بيقوم بتأييدها دون الدخول في حكومة ائتلافية، يعني بعكس هذا النموذج. فهذا الحزب الكبير يقوم بتشكيل الحكومة، لكن هو يعني يعتمد في تشكيل هذه الحكومة على أن هذه الحكومة سوف يتم إجازتها في البرلمان عندما تعرض على البرلمان، لأنه تم التنسيق مع هذه الأحزاب الصغرى لدعم هذه الحكومة. هذا ما يسمى بحكومة الأقلية، بمعنى أنها لم تنال الأغلبية المطلوبة. هو نفس النموذج اللي هنا، لكن هؤلاء بيدخلوا معهم في ائتلاف، يعني بيشاركون في الحكومة، لكن الفئة الأولى يعني تبقى مقتصرة فقط على الحزب الحاكم الذي لم يحصل على هذه الأغلبية. نعم، لكنها مدعومة من أعضاء برلمان آخرين من حركات وأحزاب أخرى، بحيث أنه تضمن أن نوفر لها شبكة حماية، أنه والله بدها يعني أن تجازى هذه الحكومة بيصوتوا مع هذه الحكومة، أن والله الحكومة في عندها مثلا ميزانية بدها تعرضها، بتعرض الميزانية هذه الأحزاب تقف في جانب هذه الحكومة وهي حكومة أقلية على أي حال. دعونا ننتهي ثم نذهب إلى الأسئلة. الحكومة الائتلافية، بعدين نرجع الحكومة المركزة. الحكومة الائتلافية حكومة مشكلة بين أعضاء حزاب، يعني حزبين أو أكثر، لأن الحزب الواحد لا يستطيع أن يشكل حكومة كما رأينا هنا، حتى يستطيع أن يضمن حكومة مستقرة غالبا بيخش في تحالف يعني مع بقية الأحزاب، لكنها لا تشمل كل الأحزاب، لأنه في جزء من هذه الأحزاب، بعض هذه الأحزاب تذهب إلى المعارضة، يعني تصبح الأحزاب في الحكومة وأحزاب أخرى في المعارضة. الحقيقة أن هناك ثمن، يعني أي حزب ينضم إلى الحكومة هناك ثمن لهذا الحزب، لابد أن تقدم الحكومة أو الحزب الذي حاز على أعلى الأصوات بعض التنازلات في برنامج السياسي، قد يتنازل عن بعض الأشياء التي يعتبرها أساسية في مقابل أن تنجح هذه الحكومة، واضح؟ نتنياهو على سبيل المثال يعني هو شخص متطرف ويمثل يمين القومي في إسرائيل، قام بتقديم تنازلات كبيرة جدا لليمين الديني مثلا لليبرمان وحركة شاس وغيرها من الحركات، طبعا في الميزانية بيقدم، في برامج اجتماعية، برامج اقتصادية، حتى البرامج السياسية
احيانا تقدم فيها تنازلات لي يعني حتى يتمكن من تشكيل هذه الحكومه. الهدف من تشكيل حكومه ائتلافيه هو الحصول على اكثر من نصف اعضاء البرلمان كما قلنا 60+1، لكن غالبا لا يتم الحرص على ان تكون هذه اغلبيه بسيطه او ضئيله، لا، اغلبيه مريحه بحيث انه تعمل له شبكه امان عند تداول اي مساله من المسائل. الحكومه المركزة تحوي أعضاء من جميع الأحزاب الموجودة في البرلمان، واضح؟ وغالبا هذه إن حدثت تحدث في أوقات الأزمات، تحدث في أوقات الأزمات إنه الحكومة لا تريد أن تتحمل مسؤولية منفردة عما يحدث في البلاد، فبتروح تعمل حكومة من كل الأحزاب الموجودة من كل الخارطة السياسية الموجودة. طبعا كل يعني جهة بتكون ممثلة بحسب حجمها في البرلمان، وبالتالي هذه الحكومة لا شك أنها تكون مدعومة وتنال أغلبية، لأنه كل البرلمان أو كل من هو في البرلمان من الأحزاب والحركات ممثلا في هذه الحكومة، فيسمونها بالحكومة المركزة. طبعا بعد تشكيل هذه الحكومة ونيل هذه الحكومة لشرعيتها من قبل البرلمان، لابد أن يصادق البرلمان على هذه الحكومة، وبالتالي هذا أحد أشكال التعاون ما بين الحكومة، ما بين السلطة التشريعية من جهة وبين السلطة التنفيذية من جهة ثانية. لا تستطيع السلطة التنفيذية أن تقوم بممارسة مهامها ومسؤولياتها إلا بعد إجازتها من البرلمان، وبعد أن تقوم بأداء قسم اليمين أمام الملك أو رئيس الجمهورية. إحنا قلنا أنه الملك أو رئيس الجمهورية يعني مسؤولياتهم أو مهامهم بسيطة ومتواضع مقارنة برئيس الوزراء، لكن هذه أحد المهام المهمة التي يعني تذكر لرئيس الدولة، أنه السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تباشر أعمالها إلا بعد أن تقدم ذلك. طبعا المسألة بروتوكولية، هنا مسألة كما هو معروف بروتوكولية لا أكثر. إيش الفرق بين حكومة الائتلاف وحكومة الأقلية؟ حكومة الائتلاف وحكومة الأقلية، حكومة الأقلية ينفرد في الحكومة الحزب الذي حاز على أعلى أصوات، لا يشارك في الحكومة أحد، يعني بنفترض أن الليكود مثلا فاز ب 29 صوت كما قلت قبل قليل، أو كديمة أو غيره، ليست لديه أغلبية، والأحزاب الأخرى محجمة عن المشاركة في الحكومة، لا تريد أن تتورط مثلا، أحيانا بتعرفوا يكون في ظرف صعب اقتصادي أو عسكري أو كذا، فالحكومة الأحزاب الأخرى لا تريد أن تتورط في مثل هذه في هذه المسألة، لكن هي توفر شبكة أمان لمين؟ للحزب الحاكم، مش الحزب الحاكم عفوا، اللي هي الحزب الذي شكل الحكومة. إذن من هو في الحكومة هو عبارة عن حزب واحد، الحكومة الائتلافية مكونة من أكثر من حزب، زي ما هو موجود الآن في إسرائيل، واضح؟ نعم، واضح المسائل؟ تفضل. 50+1 هي حكومة أغلبية، صحيح؟ 50+1 هي عبارة، ليست الحكومة، هي عبارة عن هذه الحكومة بحاجة إلى أغلبية في البرلمان حتى يتم إجازة الحكومة، ونأخذ الأمر بالأغلبية، نعتمد التصويت بالأغلبية. كيف نصوت على بالأغلبية؟ الأغلبية اللي هي يسموها الأغلبية الضعيفة، يعني 50+1، يعني بدناش تلتين مثلا، واضح؟ لا، احنا بدنا أغلبية بسيطة بمعنى 50+1. فلو كنتم مثلا 20+1 صوتوا 11، للموضوع اللي احنا بنتكلم عنه، يجاز الموضوع. لكن هذه الحكومة بدها تقعد 4 سنوات، بدها افترض انه هذا الواحد ما حضرش من جلسة من جلسات البرلمان، معنى ذلك سقطت الحكومة. أو واحد استغل أنه والله بعض أعضاء الحكومة مسافرين، بعض أعضاء التشريعي مسافرين، فراح قدم طلب بحجب الثقة عن الحكومة لرئيس البرلمان. رئيس البرلمان بتطلع بدكم تحجبوا الثقة عن الحكومة، ارفعوا ايديكم، ببدأ يعد، واضح؟ بالتالي هذه الحكومة إذا فيش عندها الأغلبية اللي تكلمنا عنها، وهي أغلبية بسيطة ليست أغلبية قصوى يعني، وبالتالي تسقط الحكومة من الصبح. سقوط الحكومة وعدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة معناه الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، واضح؟ هي الحكومة الأغلبية، صحيح؟ كيف؟ الحكومة الأغلبية
يا بني مش الحكومة الأغلبية، أي حكومة بدها تتشكل لازم يكون عندها أغلبية، أي حكومة بدها تتشكل لازم يكون عندها أغلبية. يعني حماس لما شكلت الحكومة مرتاحة، ليش؟ لأنه عندها أغلبية في مجلس في البرلمان، انتهت القصة، مش بحاجة لها تطلب. يعني هي ذهبت حماس إلى القوى الأخرى عشان تشاركها في الحكومة، ما رضيت، قالت لهم انتوا حرات وش بلاش. لكن لو جهة ثانية فيش عندها أغلبية في البرلمان ولم يستطع أحد ينشكل حكومة، بصير دعوة لانتخابات مبكرة. طيب كيف بدها توفق الأحزاب ما بين برامجها المتعارضة؟ بصير الأحزاب في نوع يعني حد يسميها كسر عظم، يعني أنه أنت بتصير تتنازل عن أشياء تعتبرها ثوابت علشان تجيب الحزب الآخر، يعني بحيث أنه يدعمك يخش معك في الحكومة، أو أنه يدعمك في اللي هو عند التصويت على الحكومة. أهم في الموضوع أنه يبقى فيه أغلبية في أعضاء البرلمان بيدعموا الحكومة وبرنامجها، هذه الأغلبية 50+1. إذا والله حزب واحد قادر يجيب الأغلبية، يعني قادر يجيب زي حماس مثلا أكثر من نصف الأصوات، بيكون ممتاز لأنه بيحكم، بيكون مرتاح في هذه المسألة، غير أنه الحكومة بتحكم كمان، هو في عنده أغلبية في البرلمان، بمعنى البرلمان والتشريعي والقوانين وهذه كلها بتتم نوع من التنسيق غير المباشر بين الحكومة اللي سلطة تنفيذية اللي من نفس الحزب، وبين اللي قاعدين في التشريعي اللي هم بيمثلوا أغلبية اللي هم من نفس الحزب، بصير في نوع من توافق، بصير نوع من التوافق. بعكس لو كان ما فيش توافق ما بين الهيئة التشريعية وبين الحكومة، إذا فيش شيء توافق أول شيء لن يتم إجازة الحكومة، هذا واحد، لن يتم المصادقة على الحكومة، وبالتالي تسقط الحكومة. إذا تم المصادقة عليها بأغلبية ضعيفة بتصير الحكومة زي اللي يمشي على حبل، ممكن تسقط في أي لحظة، أو سقوطها مسألة وقت. نذهب إلى مزايا النظام البرلماني. أول هذه المزايا أن هذا البرلمان يؤدي إلى التفاعل الحقيقي بين السلطات الثلاث التي تعد كل منها مكملة للأخرى، ليس هناك انفصال كامل كما هو الحال في النظام الرئاسي، هناك نوع من التعاون بين هذه السلطات، ورأينا حجم هذا التعاون. طبعا لك أن تتخيل حجم هذا التعاون إذا كان والله الحكومة هي عبارة عن حزب الأغلبية، معنى ذلك اللي موجودين في البرلمان هم حزب، هم جماعة الحكومة، واضح هذا الكلام؟ الكلام الذي قلناه قبل قليل، الحكومة لديها أغلبية في البرلمان، البرلمان هو السلطة التشريعية، الحكومة هي عبارة عن سلطة تنفيذية، إذن في هناك نوع من التوافق والتناغم الكبير جدا، خاصة إذا من هو في الحكومة لديه أغلبية في البرلمان، في نوع من التوافق. يعني مثلا لو الحكومة أرادت تشريع معين فقط توحي للحكومة للبرلمان أن يعني شرعوا لنا مثلا قوانين كذا وكذا وكذا، في نوع من التوافق، وليس هناك نوع من الفصل الذي وجدناه في النظام الرئاسي كالنظام الأمريكي مثلا. ثانيا، طالما أن الموجود في السلطة ويمثل الإرادة العامة، معنى ذلك أن هذا يمنع الاستبداد، يمنع الاستبداد السياسي ويعمق قيم الديمقراطية. ثالثا، دائما النظام النيابي بتكثر فيه صور المراقبة، أشكال المراقبة على أداء الحكومة، سلطة تشريعية تراقب عمل اللي هو سلطة تنفيذية، وهناك سلطة رابعة الإعلام الذي يراقب أيضا ما يحدث في هذه السلطات جميعا ويقيم ويضع تحت الضوء إلى آخره. وهناك برامج أو جهات للمحاسبة والمراقبة مهمة جدا وفاعلة في الدولة. رابعا، يؤدي ذلك إلى وحدة البلاد السياسية، لأنه طالما فيش تنازع فيش صراع، معنى ذلك أنه والناس متوافقين، وأن الإرادة العامة هي الجهة المعتبرة، أن الهيئة الناخبة هي الهيئة التي تتصرف في حكم البلاد وتديرها، لا شك أن كل هذه الاعتبارات تؤدي إلى وحدة البلاد السياسية. دعونا نتحدث عن عيوب النظام البرلماني. عيوب النظام البرلماني، أولا، قد يؤدي هذا النظام إلى عدم الاستقرار السياسي. سبب ذلك أنه زي ما شفنا قبل قليل، الحكومة بدها أغلبية 50+1، قد لا تتوفر هذه الأغلبية لهذه الحكومة، وبالتالي تسقط هذه الحكومة، قد تسقط هذه الحكومة في أي لحظة.
وبالتالي هذا يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي. طبعا الصراع ما بين الأحزاب السياسية والمعارضة، الأحزاب الصغيرة كيف أنها بتبتزل الأحزاب الكبيرة، ذكرنا هذا الكلام في أكثر من مناسبة، وبالتالي هذا يضعف القرار السياسي أيضا. ثانيا، صعوبة الحصول على أغلبية لدعم برنامج الحكومة في ظل المناكفة الحزبية. بتلاقي حزب مثلا داخل الحكومة فجأة ممكن ينسحب من الحكومة، إذا انسحب من الحكومة لن يدعم هذه الحكومة وين في البرلمان. واضح الفكرة؟ لو كان أنا عندي حزب دخل الحكومة اختلف مع بقية الشركاء في الحكومة في أمر ما، ينسحب من الحكومة، أو إذا حتى ممكن ما ينسحبش من الحكومة لكن لا يوفر شبكة الأمان اللي تكلمنا عنها لهذه الحكومة. وبالتالي لو صوتوا صف البرلمان تجاه قضية معينة هذا الحزب ما يصوت لأنه غير مقتنع في هذه المسألة، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى حجب الثقة عن الحكومة، أو على الأقل عدم تمرير هذا الأمر لهذه الحكومة. والله إذا كانت ميزانية أو كانت مشاريع أو كانت مواقف قرارات إلى آخره أو قوانين. ثالثا، أحيانا رئيس الحكومة قد لا يتمتع يعني الكاريزما المطلوبة. أعرف رئيس الحكومة هو شخص قيادي وهو يقود البلاد وهو لديه السلطة الفعلية الحقيقية، وهو جاء لا لشيء إلا لأنه هو ابن الأغلبية، ابن الحزب الذي فاز بالأغلبية، وبالتالي إذا ما حدث ذلك فهذا يحرمه من الهيبة والرمزية السياسية وعدم بالتالي الحصول على الدعم المطلوب. قد يشعر الناس أحيانا أنه والله الرئيس الفلاني فيش عنده الكاريزما المطلوبة، وبالتالي الناس تقابله بشيء من الابتذال وعدم الاهتمام وعدم الاحترام، هذا طبعا يمنع من القيام بمسؤولياته كرئيس للبلاد. رابعا، والكلام الذي ذكرناه، كيف أنه الأحزاب الصغيرة في النظام البرلماني تبتز الأحزاب الكبيرة. الأحزاب الصغيرة التي تمثل بيضة القبان في تشكيل الحكومات ونيل والحصول على الأغلبية في البرلمان 50+1، أحيانا تكون هذه الأحزاب الصغيرة هي التي تحدث هذا الفرق، ولأنها تشعر أن هذا مصدر أو سر قوتها أحيانا تطالب بمزيد من التنازلات وتقوم بابتزاز الأحزاب الكبيرة، وهو غالبا لا يحقق المصلحة الوطنية العامة. خضوع الحكومة أيضا لجماعات المصالح وغلبة الولايات الحزبية على المصلحة العامة في برنامج حكومي يحقق المصلحة العامة، حزب ما شايف أنه هذا البرنامج بحققش مصلحته الحزبية، وبالتالي هو يصوت ضد هذا البرنامج. خامسا، حصول الأحزاب الكبيرة على نسبة مقاعد أكبر بسبب فشل الأحزاب الصغيرة. هذا قد نجدها في نموذج حزب العدالة والتنمية الذي حصل على حوالي 47% من الأصوات، 47% من الأصوات، يعني عدد البرلمان مثلا خلينا افترض أنه قديش، زي ما احنا شايفين أنا 120. الأحزاب الصغيرة أحيانا ما لا تحصل على النصاب التصويتي. طبعا مش كل حزب بيأخذ عدد أصوات وبيخش البرلمان، لا، هناك يعني حتى يتم الحصول على مقعد واحد في البرلمان بدك تجيب مش أقل، مثلا بيختلف من نظام إلى آخر، مش أقل من 30,000 صوت. لو جاب 29,000 صوت بيفقد المقعد في البرلمان. طيب مين هذا المقعد بيأخذه بعد شوي؟ الحزب اللي فاز بالأغلبية، لأن المقاعد هذه بدها تتوزع أوردي على الناس. واضح الكلام؟ مرة ثانية، إذا كان في عندي أحزاب صغيرة، أحزاب نووية صغيرة، هذه اللي لا ترى بالعين المجردة، زي ما عندنا بعض الأحزاب الفلسطينية في الساحة الفلسطينية، ضجيجها كبير لكن وزنها على الأرض بسيط جدا، وبالتالي هذه الأحزاب لو دخلت انتخابات لا تستطيع أن تنال حتى نسبة الحسم. نسبة الحسم ممكن تكون مثلا تختلف كما قلت من بلد إلى آخر، ممكن لابد أن يحصل على 10,000 صوت حد أدنى،
حد أدنى، زي ما تيجي مثلا تقول لخريج أنت ليس بإمكانك أن تتقدم إلى الوظيفة بمعدل أقل من جيد، يعني هو فقط عشان يتنافس على الوظيفة بده جيد فما فوق، مش عشان يأخذ الوظيفة، عشان يتنافس بس يقدم طلب. وبالتالي هذا الحزب الصغير إذا ما جابش 30% عفوا 30,000 صوت 50,000 صوت بحسب ما هو مطلوب، لا يستطيع أصلا أنه يتنافس على دخول البرلمان. إحنا عندنا عدد مقاعد البرلمان مثلا 120، بتم أوتوماتيك توزيع هذه المقاعد للأحزاب الكبيرة، وبالتالي حزب العدالة والتنمية مثلا حاز على 47% من الأصوات، لكن انتهى الأمر به إلى 65% من المقاعد. ليش؟ لأن الأحزاب الصغيرة لم تحصل على نسبة النصاب المطلوب لهذا التصويت. طبعا هي ميزة وعيب، هي ميزة وعيب أنه يتحول هذا الحزب إلى حزب الأغلبية، أغلبية مطلقة وهي أغلبية مريحة، وبالتالي هذه الحكومة وهذا الحزب أو هذه الأغلبية البرلمانية لا تعكس بالضبط وبشكل عادل يعني الخارطة السياسية الموجودة. نعم. كيف أنها تكون عيب؟ أنها تمنع الأحزاب الصغيرة من الوصول إلى البرلمان، وخاصة بعض الشرائح الصغيرة. بعض الشرائح الصغيرة، احنا وقتنا انتهى ان شاء الله تعالى لكم في مرة قادمة.